أما في دوري ألمانيا الغربية لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، جرى في مدينة مانهايم لقاء بين نادي والدهوف مانهايم ونادي بروسيا مونشنغلادباخ اللابس أبيض. تقدم مونشنغلادباخ بهدف بعد 22 دقيقة من ضربة جزاء. مانهايم لابس أزرق مخطط، لكن نادي مانهايم استطاع التعادل في الدقيقة 42، وانتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. في الدقيقة 20 من الشوط الثاني تقدم نادي مانهايم بهدف لتصبح نتيجة 2-1 لصالح مانهايم. لكن في الدقيقة 30 من الشوط الثاني بروسيا مونشنغلادباخ نجح في التعادل 2-2، واعتقد الجميع ان نهاية المباراة هي التعادل. لكن قبل ان تنتهي المباراة باربع دقائق سجل بروسيا الهدف الثالث ويفوز بالمباراة 3-2. بهذه النتيجة يصبح بروسيا في المركز الرابع من قائمة الدوري بفارق نقطة واحدة خلف نادي شتوتغارت اللي هو في المركز الأول الآن. طبعا نادي شتوتغارت برضو لعب مباراة مع نادي بوخم.